هل أول حاجة هل يعلم أن هؤلاء العرب الذي يتهجم عليهم؟ السادة المشاهدين أهلا ومرحبا بكم، هذه هلا مراد تحييكم من دبي ومن برنامج المشهد الإعلامي وحلقة متخصصة بالمشهد السينمائي. إنه مهرجان دبي السينمائي في دورته العاشرة، نحييكم من دبي ونقدم لكم حلقة خاصة بالسينما الفلسطينية التي أثبتت تواجدها هذا العام بشكل متميز. كونوا معنا، أهلا بكم. هذا العام من مهرجان دبي السينمائي كان هناك حضور ملفت للسينما الفلسطينية، كما ستتابعون عبر هذه الحلقة هناك فيلم متميز للمخرج هاني أبو أسعد وهو تحت عنوان عمر. سيكون لنا لقاء متميز مع هذا الفنان المبدع. أيضا هناك فيلم رائع بكل المقاييس قدمه المخرج الفلسطيني السيد رشيد المشهراوي، هو أستاذ في الأفلام السينمائية وتعلم منه مخرجون كثر هم أيضا متواجدون في هذا العام. رشيد مشهراوي قدم لمهرجان دبي السينمائي في هذه الدورة فيلمه المتميز فلسطين ستيريو، وسنعرض لكم بعض المقتطفات من هذا الفيلم. أهلين مس النور. الكهرباء انقطعت، يمكن الهواء بحرق السلك. يمكن الهواء، يا خوفي من الهواء مش راضي يهدر. أنا مش مع الهروب والضعف، أنا مع المواجهة. هاي بلدنا نشتغل فيها نبنيها. بدك تهاجر هاجر لحالك واترك سامي هون، أنت أخوه الكبير وتقدر تحكي معه. أي هو في أم بالدنيا بتحب ابنها يبعد عنها؟ بس هذا الولد المقاوم بدمه، ليش تهرب مني؟ الملف عوقتها إنك فقدت زوجتك أثناء القصف الإسرائيلي على مبنى العائلة، هذا ساعد. وإنه سامي فقد النطق والسمع من نفس القصف، هذا كمان ساعد. ليش كندا بالتحديد؟ ما بعرف، ولا مرة كنت هناك. من يوم ما ماتت أنغام أنا ما بقدرش أغني. غني وارقص. أنا بحبك مش حخليك تسافر. المخرج الفلسطيني المبدع الأستاذ الجميع هنا في مهرجان دبي رشيد مشهراوي، أهلا بك في برنامجنا المشهد الإعلامي. أهلا بك. أهلا. يعني الجميع يعترف هنا بأنك الأستاذ. لا بالعكس، كلهم مخرجين وفنانين ومبدعين.
ماذا تحدث مشاهدي قناة فلسطين عن فيلمك ستيريو فلسطين ستيريو؟ زي ما بيعرفوا المشاهدين الفلسطينيين وزي ما بيعرف العالم، الحياة في فلسطين صارت شوي عبثية. يعني احنا كفنانين كسينمائيين يعني غير راضيين، غير عن جد غير راضيين عن اللي بيصير فينا، سواء من الخارج احتلال وعالم خارجي، وكمان عن الطرق كيف احنا فلسطينيين نتعامل مع نفسنا. احنا موجودين الان دولتين بدون دولة يعني، وخطابين مختلفين. انا بحاول بهذا الفيلم اللي اسمه فلسطين ستيريو اترجم شوي هيك العبث اللي احنا عايشينه. انا بحاول هيك اقول انه خلص يا جماعة، اجل الوقت انه احنا عن جد نعيش عادي. طبعا لازم تعمل فيلم، ولازم تعمل فيلم سينمائي، ولازم يكون عندك لغتك وادواتك، بس المقصود هون انك انت تورجي. احنا كتير بنحب فلسطين، كتير بنحب فلسطين، بس احيانا ما بنحبها. واحنا بدنا نكون بفلسطين، بدنا نعيش بفلسطين، مكاننا بيتنا. احيانا بنفكر نتركها. فأنا حاولت من خلال ناس بتفكر في الهجرة أورجي العلاقة مع المكان، العلاقة مع الوطن، العلاقة مع الحياة، الارتباط. أنا شخص هاجر 3 مرات في حياته، وأنا اليوم موجود في رام الله. ما بعرف كيف يعني، ما بعرف كيف، دائما عندي إمكانيات وشغل وسفر واسم وفلوس وشركات إنتاج واللي بدك إياه. ما بعرف كيف بلاقي حالي بفلسطين، عم بدرب ناس سينما، عم بعرض أفلام، عم بعمل سينما متنقلة للأطفال بمخيمات اللاجئين، عم بعمل مهرجان سينما الطفل. يعني فلازم نعتبر كمان إحنا لنفسنا إنه خلص، يعني حاسس إنه إحنا عايشين وهم الدولة. يعني خلينا نسمي الأشياء بأسمائها، لأنه أنا بعتقد اللي عنده جرح عشان يطيب لازم يلمسه. فإذا السياسيين تبعونا مش لمسينها، إحنا السينمائيين هنلمسها ونحكي عنها ونعرضها، لأنه العالم اليوم بتبادل الثقافة من خلال الصورة، من خلال الصورة. يمكن ضعف الإعلام الرسمي الفلسطيني هو بيخلينا إحنا السينمائيين نتطوع ونكون، بغض النظر عن إنه بنعمل سينما، بنفس الوقت عم باللاوعي عم ناخذ جزء إعلامي لترجمة الحالة الفلسطينية للعالم العربي والأجنبي من خلال السينما. السينما الفلسطينية يعني هذه الدورة تواجدت بشكل ملفت بحضور متميز، موضوعات جريئة أيضا. هل شاهدت بعض الأفلام أو جميعها؟ بتهيألي يعني بدون ذكر أسماء شفت طبعا. أنا كثير سعيد جدا وراضي عن ما وصلت له السينما الفلسطينية، مش كشعب تحت الاحتلال عم يطلب من العالم تعالوا شوفونا أو تعاطفوا معنا، سواء اللي بيحبونا أو اللي بيحبوا يحبونا. لا 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 لا، في شباب وصبايا فلسطينيين فنانين مبدعين صغار وكبار بالجيل عم يجربوا بالسينما نفسها، عم يجربوا في الفيلم، بالفن، في بنية الفيلم. مش حاطين الموضوع السياسي في الأولويات، حاطين الموضوع السينمائي في الأولويات. وهذا بهمني أنا جدا، لأنه أنا بعتبر أنه كونك فلسطيني قابع تحت الاحتلال الإسرائيلي وبتحس حالك ضحية، هذا ما بيعطيك تعمل سينما منيحة ولا بيساعد السينما. أما إذا كنت سينمائي وكنت مبدع وبتعمل أفلام صح زي ما بيعمل العالم أفلام، هذا بساعد فلسطين. طبعا هناك عدد من المخرجين العرب المتميزين، وهناك اسم طبعا اسم حاضر بقوة هو المخرج السوري محمد ملص، قدم سلم إلى دمشق. هل تابعت هذا الفيلم وما رأيك؟ طبعا شاهدت الفيلم محمد ملص، وأنا يعني يمكن ما في فيلم لمخرج بحبه وبحترمه زي محمد ملص وغيره. في آخر في مصريين وفي مغاربة كمان هون وعندهم أفلام مهمة، بس إذا بنحكي عن محمد ملص، أنا محمد بعتبره مش فقط سينمائي، أنا بعتبره شاعر بالسينما. محمد عنده لغة الصورة، اللي هي بما أنك أنت اخترت نوع الميديا تبع السينما، فأنت لازم تعتمد على الأداء السينمائي، يعني التصوير والمونتاج والصورة والموسيقى واللون والإيقاع، لأنك أنت بتحكي سينما. فمحمد بأفلامه بيتكلم سينما. وبالنسبة لي أنا اشتغلت مع محمد ملص، محمد صديق أكثر من 25 سنة يعني،
كتبنا مع بعض أشياء وعملنا مشاريع مع بعض أنا ومحمد. محمد دائما كان بالنسبة لنا مدرسة سينما وجميل جدا. يعني أنا لما بشوف فيلم بفرح، أنا بحب السينما، بشوف فيلم بيعجبني فيلم بفرح. أستاذنا المخرج رشيد مشهراوي، حضرت بقوة في مهرجان دبي ونحن سعداء بأنك هنا عبر برنامج المشهد الإعلامي تخاطب جمهورك في فلسطين، وأسعدنا أنك يعني قدمت فيلم متميز بالفعل. شكرا لك. تسلم، يلا خليك، ألف شكر. شكرا. من الملفت هذا العام أن إدارة مهرجان دبي السينمائي قد أفردت لمشاهديها العرب عددا كبيرا من الأفلام العربية، وكان طبعا على رأسها الأفلام الفلسطينية وأفلام لبنانية متعددة، وبرز منها فيلم تحت عنوان وين خصصه مخرجه لحالة الأسرى اللبنانيين المفقودين الذين يترقب أهلهم عودتهم حتى الساعة ولا معلومات تفيد بأنهم سيعودون. وين هو أحد الأفلام اللبنانية التي أثبتت أيضا حضورا بارزا. السورية كانت حاضرة أيضا عبر فيلم متميز للغاية للمخرج السوري الشهير وصاحب الخبرة العريقة في الأفلام التسجيلية والروائية محمد ملف. سلم إلى دمشق كان فيلما متميزا عن الحالة السورية، حالة الحرب، لكن طبعا ضمن ظروف متشابكة في التصوير. المخرج السوري محمد ملص لم يتمكن من الخروج بكاميرا فيلمه إلى الأحياء الشامية، لكنه صور حالات عدة وطوائف عدة من المواطنين السوريين كيف يدلون بآرائهم الرمزية حول الحرب في سوريا. شاهدوا معنا لقاء متميزا مع التوأم الفلسطيني طرزان وعرب، كونوا معنا. I'm just a guy.